أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. فستان هيفاء وهبي يسقط على المسرح في المكسيك، شاهد كيف تصرفت الفنانة. تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى موقف محرج في أحدث حفلاتها في المكسيك حين سقط فستانها أثناء الغناء. وكانت هيفاء وهبي ترتدي فستانا لامعا باللونين الوردي والأزرق أوف شولدر مفتوح من الصدر ومزين بالكريستال. وأثناء غنائها بحفلتها في المكسيك سقط فستان هيفاء وهبي ما كاد يكشف صدرها تماما، لكنها تداركت الأمر ومسكته بيدها. وفستان هيفاء وهبي من تصميم العلامة التجارية بورتيا أنت سكارلت ويصل سعره إلى 910 دولار. وعلى الصعيد الفني أعلنت هيفاء وهبي عن تعاقدها على بطولة فيلمين من إخراج مرقص عادل وتأليف هيثم سعيد. وفي هذا السياق فاجأت الفنانة اللبنانية الجمهور باعترافها أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة أخرى. وكشفت هيفاء وهبي والتي تبلغ من العمر 51 عاما عن مواصفات فارس أحلامها في تصريح مصور لمجلة فوشيا. وقالت هيفاء: فارس الأحلام بدي يكون آدمي ويكون صديق المفضل. وحين قالت المذيعة لهيفاء وهبي: معقول نشوفك عروس؟ أجابت: يمكن أنا عروس. ولكن الفنانة اللبنانية استدركت الأمر وقالت: لا عم أمزح معك.